باهي أصدقائي، توا وصلنا للسبليت. أنو كيفاش باش نقومو بتقسيم الأريم تاعنا؟ سبليت هاي كيما تشوفوا، هذه هي الكتابة متاعها. سبليت باش نقسمو الأريم تاعنا. مثلا نعملو أري جديدة، أري كالعادة MP دوت أري، وش تاخو 6 إليمنت مثلا. أوكي، وباش نحبو نقوم بتقسيمها. أوكي، مثلا نعملو نيو فاريابل، نيو أري مثلا، ونحطو فيها ماي أري هذيك. أولا نعملو MP دوت array split. كان جينا نبحثوا لهنا تنقوا فانكشن اسمه array split. هايك array split هذه شنو تاخو؟ تاخو اول حاجه الاري اللي تحب تقسمها، الاري اللي تحب تقسمها اللي هي شنو، اللي هي ماي اري هكا، ولا ماي اري الى كم باش تقسمها، قداش من مره تحب تقسمها. قولوا مثلا ثلاثه، تحب نقسموها لثلاثه. باهي، نعملوا برنت لنيو اري، او نزيد نطبعوا معاها الاري نتاعنا القديمه اللي هي ماي اري. ماي اري ونعملو ران. اجي نشغلو ونشوفو شنو يعطينا. وينو الترمينال؟ اوكي، هذه الاري نتاعنا الاولانيه ماي اري. بعد ما قام تقسيمها كيما تشوفو قسمها لنا لثلاثه، انو قسمها لنا لثلاثه، عطانا الاري الاولى كيفاش باش تكون هكا، والاري الثانيه، والاري الثالثه. كان تحبو تنقوم بتباعتها كل وحده وحدها. مثلا نعملو برنت شو اسمها نيو اري، ونعطيوه زيرو مثلا. اعطينا زيرو شنو هي؟ برنت، نغيروا هذايا. شنو عملت انا؟ اقواس، لا اقواس فما باش منهم ضم. اوكي، كما هذه بالضبط، والواحد والاثنين. اوكي، نغيروا هذه واحد، ونغيروا هذه اثنين، ويجي نشوفوا بعضنا ران. كيف ما تشوفوا هاي الطباع، لان ماي اري هي القديمه نتاعنا. بعديك نيو اري بعد ما قسم هنا الشكل نتاعها كيفاش، وبعدين نطبعوا فهم كل اندكس وحده، كل اندكس وحده. هاوك الاندكس هذا الاولاني، بعد طبعنا هذا هاوك هذايا، ومن بعد هذا، وبعد هذا. باهي، خلي نجرب نقسموها لاربعه، نجرب نقسموها لاربعه. نعملو ران، كيف ما تشوفوا قام تقسيمها كيف كيف لنا الاربعه. اوكي، لكن بعديك جات طبع لنا واحد اثنين ثلاثه اربعه، طبع لنا خمسه كهو عليه، خاطر الاندكس هذا تو شنو المكان نتاعو هو ذا. اوكي، لازمنا نضيف سطر اخر كيف هذا بالضبط، لكن يكون هذا ثلاثة باش يطبع لنا هذا يزيد الأري اللي خاني اللي هي ست. ران، كيف ما تشوف مع بعضنا أو قام بالطباعة متاعها. باهي، زين نكبروا مثلا، نقول نحب نقسمها لك ست، قسمها لي ست. ران، أنا نقسمها لنا ستة، وكل واحدة حطها في كل إليمنت حطه في أري وحده. أوكي، كل إليمنت حطه في أري وحده، يعني راهو مش بالضرورة واحد اثنين ثلاثة أربعة يمشي في بالكم. قسمنا ستة طبعنا كل واحدة المكان نتاعها، راهو معظم الإليمنت مباجين من داخل. تو نغيروهم يا سيدي، كان انتم عندكم مشكل مع الحكاية هذيا. تو نغيروهم، مثلا هذيا 120، عفوا هذيا 130 مثلا، هذيا 77، هذيا 80 مثلا. نعملو ران، كيف ما تشوفها وقسمها لهنا كل اري وحدها. طبعا تبعنا اربعة كهو، لخاطر احنا وصلنا للاندكس هذي كهو، لازمنا نزيدو زوز اخرين. هذه باش تولي اربعة، وهذه خمسة. طبعا هذي ماهوش باش يشتغل، فماش ستة، لخاطر نعملو ران. كيف ما تشوف تبعنا كل وحدة وحدها. اوكي، هذا هيش معناه سبليت، انو نقسمو الاري متاعنا، نقسمو الاري متاعنا. الاري سبليت شنو تاخو؟ تاخو اول حاجة الاري اللي تحب تقسمها، وبعديك النومبر متاع التقسيم لهنا القديه. اوكي، يلا الى اللقاء.